بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بقى ايه اللي هو الكوندت. تمام، الكوندت ده اللي هي الماسوره اللي بيبقى فيها الاسلاك، فابدا ارسم الكوندت. تمام، نفس الاختيارات تقريبا، هي نفس الاختيارات اللي موجوده في الكيبل تري. تمام، بس انا عايز اقول بس معلومه عنه اقولها لك دلوقتي. مثلا رسمنا مثلا الماسوره دي، فرض ان انا عندي كميه كبيره اصلا ماشيين موازيين لبعض، فبدل ما اقعد اكررهم، لا انا عندي امر ممكن نخليه يرسمهم كلهم مثلا ثلاثة اوف كيوت واربعة رأسي زي ما انا عايز. تمام، انا لو انا جبت مثلا دوت قلت له كليك يمين وقلت له كليك سيميلر وبدأت ارسمهم بالشكل دوت من هنا لهنا، وابدأ ارسم الكوع. تقدر تختار الديامتر، تقدر تختار الطول والعرض زي ما انت عايز، الارتفاع. اهي انا بقى في الالكتريكال واقول له بارل كوندت، يعني ايه؟ يعني انا عايز اخلي ده يوازي كذا واحده يمين وكذا واحده شمال. تمام، فاول ما ابدا اختار هقول له هنا، اقول له مثلا عايزه مثلا ثلاثة هوريزونتال وفيرتيكال، انا عايزهم اربعة. المسافة بينهم قد ايه؟ تكتب بقى المسافة، تشوف انت عايز المسافة قد ايه. اجي هنا اقول له لو انا دوست كده، بص بقى الغلطة اللي الناس كتير وقعت فيها، دوس هنا عملهم وتدوس هنا عملهم. تمام، وتبدأ تعمل تي ار بينهم، فده هياخد منك وقت وكلام مش عملي. الصح ايه؟ صح، بسيط خالص. نفس الامر الكتريكال، واقول له بارل. تمام، وابدا احط الاعداد بتاعت زي المره اللي فاتت. تمام، واول مره من هنا ادوس تاب من غير ما ادوس اي تاب، خلاص تاب هياخد الخط دوت وهيبدا بقى يرسمهم كلهم، يحط الكعان ويحط كل الحاجات بتاعتها، فهتلاقي الشغل بتاعك ايه اتعمل. لو جيت تشوفها في 3 دي هتلاقي خلاص الكعان كلها اتعملت وكل حاجه اتعملت. ماشي، كويس ان انت فكرتني، بس لازم تشوف 3 دي. ماشي ماشي، انا قلت اقول لك، انت قلت افكرك. تمام، كل ده كيبل تري. عايزين نشوف بقى كونديت. لا ده مش كونديت، احنا كنا راسمين كذا كونديت اهو. بس كان خلاص اترسمت كل حاجة اترسمت. تمام، هو بص الشكل ده تمام اصغر من دوت. لا، هي دي غلطة في البرنامج، في ملف كده اسمه تيبل، ده المفروض ان انت بتنزله يحل لك المشكلة دي، يخلي هو اسمه لوك اب تيبل. تمام، ده بتلاقيه موجود، هحاول اشوفه لك دلوقتي وابعت احط لك على الهارد بتاعك. ماشي، ده بيحل المشكلة دي، لان نفس الموضوع ده بيحصل في المواسير، بتلاقي المواسير بحجم والفيتنج بتاعتها بحجم تاني خالص. ماشي، ده انا عايز احط بقى الالكتريكال ايكويبمنت، دي الديفايس، يعني ممكن تحط الزراير، اللايتنج، الفاير الارم، الداتا، الالكتريكال فيكتشر، التليفون، السكيورتي، النيورس كيل، اللي هو في الالكتريكال فيكتشر الحريق اللي هو ممكن فاير الارم. تمام، دي كلها في الحاجات دي موجودة، تبدأ تشوف انت الحاجة اللي انت عايزها. وفي مكتبة بتاعت فاميليا هديك برضو المكتبة بتاعتك. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم.